بداية أهدي هذا الإنجاح لحكامنا وقادتنا، ابتداء من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، وسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. وأشكر والدي راشد المحيان على هذه الجائزة، ولا أنسى من الشكر عائلتي ومدرستي مدرسة فلج المعلة مع كافة الكادر التعليمي ابتداء من مديرتي الفاضلة الذين كانوا معي منذ بداية مسيرتي. أريد أن أشكر حاكم الشارقة ومجلس ولي الأمور على هذا الحفل الكريم. نصيحتي دائما لجميع الطلاب هو التوكل على الله والمثابرة، سيحققوا كل ما يطمحون إليه بإذن الله.